اهتمت الصحف الصادرة اليوم بأمريكا الشمالية أساسا بجهود الولايات المتحدة لإيجاد لقاح مضاد لوباء كورونا ونظرة الكمامات الواقية في كندا والوضع الوبائي للجائحة في المكسيك وبنما. في الولايات المتحدة ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن رئيس ترامب اختار مديرا تنفيذيا سابقا لشركة صيدلانية كبرى لقيادة الجهود الحكومية لتطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد. وأضافت الصحيفة أن منصف سلاوي رئيس سابق لقسم اللقاحات في شركة جلاسكو سميث كلاين وهي واحدة من أكبر التكتلات الصيدلانية في البلاد سيعمل كمستشار أول لجهود إيجاد اللقاح إلى جانب الجنرال كوستاف بيرنا الذي سيكون مسؤولا عن العمليات. وفي كندا كتبت لو جورنال دو مونريال أن ندرة الأقنعة الواقية هي التي تفسر امتناع الحكومة في الوقت الراهن عن جعل ارتدائها إلزاميا باستثناء محطات المترو في مونريال. وسجلت الصحيفة أنه منذ بداية الأزمة تذرع رئيس وزراء كيبيك فرانسوا لوغو والمدير الوطني للصحة العامة هوراسيو أرودا بالأحكام القانونية لتبرير موقفهم حيال ارتداء الكمامات، مشيرة إلى أن المعارضة تطالب بفرض ارتدائها في الأماكن العامة ووسائل النقل العمومي خاصة في مونريال. وفي المكسيك تطرقت إلسول دي ميخيكو إلى انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، مشيرة إلى تسجيل 4220 حالة وفاة منذ الفاتح مارس. وفي بنما ذكرت يومية لابرينسا أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد بات يقارب 9000 بعد تسجيل 161 حالة جديدة أمس، فيما انتقلت حصيلة الوفيات ناجمة عن الوباء إلى 256 حالة.